أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى ثنايا الخبر والتي تحدثنا في محورها الأول عن الغارات الإسرائيلية في سوريا والعراق ولبنان وتهديدات نصر الله، وفي المحور الثاني نتحدث عن الحملة الأمنية الجديدة التي أطلقها الجيش الوطني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. لكن قبل أن ندخل أكثر في المحور الثاني نتابع أبرز وآخر التطورات لهذا اليوم. قصف مدفعي يستهدف المستشفى الوطني ومحيط القاعدة التركية على أطراف مدينة عزاز شمال حلب، مصدره مواقع عسكرية تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية قرب مطار منيخ. الفصائل المقاتلة تسقط طائرة استطلاع روسية مسيرة في جبل شحشب غربي حماة وتعطب دبابة للنظام على محور الكبينة في ريف اللاذقية. قوات سوريا الديمقراطية تعتقل 4 أشخاص خلال حملة مداهمات في بلدة الكشكية بريف دير الزور الشمالي. الجيش الوطني يقول إنه اعتقل حتى الآن قرابة 40 مطلوبا خلال الحملة الأمنية في مناطق شمال وشرق حلب التي بدأت صباح اليوم الاثنين. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن سيطرة النظام على الأراضي بدعم روسي لا يعتبر خرقا لأي تفاهمات بما فيها توافقات أستانا وسوتشي. السلطات المغربية تعلن توقيف إسرائيلي مشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متورطة في تزوير بطاقات هوية وجوازات سفر. هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقول إنها فرضت غرامة مالية قدرها 200 مليون ريال قطري على بنك أبوظبي الأول لعرقلته تحقيقا يتعلق بالاشتباه في التلاعب في السوق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في المحور الثاني من ثنايا الخبر والتي نتحدث فيها عن الحملة الأمنية الجديدة التي أطلقها الجيش الوطني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. طبعا أعلن الجيش الوطني في الشمال السوري إطلاق حملة أمنية لملاحقة المفسدين والمطلوبين في ريفي حلب الشمالي والشرقي بهدف إلقاء القبض على المسيئين وعملاء نظام وتنظيم الدولة ومروجي المخدرات والمطلوبين للقضاء. المزيد في التقرير التالي نتابع. المرحلة الثالثة من حملة السلام تدخل حيز التنفيذ في 26 من آب ضمن مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في شمال وشرق حلب. الشرطة العسكرية في الجيش الوطني أطلقت حملة أمنية تستهدف عملاء النظام واليابقي وتنظيم الدولة وتجار ومروجي مخدرات والمطلوبين للقضاء، إضافة إلى العناصر غير المنضبطة من الجيش الوطني وخاصة المطلوبين للقضاء العسكري لاعتقالهم ومحاسبتهم، وفق تصريحات الناطق باسم الجيش الوطني الرائد يوسف حمود لحلب اليوم. خلال اليوم الأول من انطلاق عملية الشرطة العسكرية أوقفت قرابة 40 شخصا كما داهمت مقرا لمجموعة مسلحة في مدينة جرابلس تقوم بخطف المدنيين وطلب الفدية، وبعد الاشتباك معها حرروا شخصا كان مخطوفا لديهم فيما استطاعت المجموعة الفرار، وذلك وفقا للرائد يوسف حمود الذي نوه إلى أن عدد المطلوبين كبير وأن الحملة قد تستمر لعدة أيام حتى توقيف جميع المطلوبين. الحملة استهدفت أيضا أحد أمنيي هيئة تحرير الشعب الذي يعمل في صفوف أحد الفصائل العسكرية، حيث تم القبض عليه في عفرين وفق مصادر خاصة لحلب اليوم. 9 أشهر مضت على انطلاق المرحلة الأولى من الحملة في تشرين الثاني من العام الماضي، وبدء المرحلة الثانية في شهر شباط من هذا العام تم خلالهما إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين. فما الذي ستحققه هذه الحملة؟ طبعا ننوه السادة المشاهدين إلى أنه من المفترض أن يكون معنا الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني للتعرف أكثر على هذه الحملة وما تهدف إليه، لكن لم نستطع
التوصل إليه في بدء هذه الحلقة. وسيكون معنا للحديث أكثر مراسل حلب اليوم مالك أبو عبيدة من ريف حلب، وأيضا مراسلنا من الشمال السوري بدر كجك. أرحب بكما، والبداية معك بدر، ما هي أهداف هذه الحملة الأمنية؟ نعم، حلب أطلق الجيش الوطني والشرطة العسكرية صباح اليوم حملة السلام الثالثة لاستكمال حملتي السلام الأولى والثانية التي تم إطلاقها منذ أشهر. اليوم بدأت الحملة في مدينة جرابلس. لاقت الحملة إقبال من المدنيين أو حاضنة شعبية من المدنيين بهدف إزاحة المفسدين بشكل عام من المدينة. أيضا تمت الحملة اليوم بدعم من حصار الجيش الوطني المتواجدون أو المتواجدين في مدينة جرابلس الفيلق الأول والثاني والثالث بالتنسيق والتعاون مع الشرطة العسكرية في المدينة. الحملة بدأت في تمام الساعة 6 صباحا تقريبا لتطقال مدينة جرابلس بشكل عام. تم إلقاء القبض على خلية تقوم ب او مجموعه تقوم بخطف المدنيين والمفاوض عليهم لابتزاز ذويهم في المال. لما قام هناك الجيش الوطني في المدينه وريف المدينه بضرب طوق امني حول جرابلس والريف ايضا لمنع خروج اي شخص مطلوب ضمن هذه الحمله من المدينه. حصل اشتباك ناري او تبادل اطلاق نار بين الجيش الوطني والشرطة العسكرية والمجموعة التي كانت متحصنة في أحد الأبنية في مدينة جرابلس، لتمكن الجيش الوطني والشرطة العسكرية من إلقاء القبض على عدة أشخاص من هذه المجموعة، بينما الباقي لاذوا بالفرار بين المدنيين. توقف إطلاق النار في الوقت الحالي حرصا على سلامة المدنيين ولمنع حدوث أي إصابات في صفوف المدنيين. بشكل عام لا تزال مستمرة إلى هذه اللحظة في مدينة جرابلس، ولم يتم إعلان انتهاء الحملة حتى الآن. نعم، بشكل عام كيف يبدو الوضع في مناطق سيطرة الجيش الوطني بعد إطلاق هذه الحملة؟ الحملة بدأت اليوم كما ذكرنا أن الحملة لاقت حاضنة شعبية، خصوصا أنها ستخلص الشارع او المدنيين من المفسدين بشكل عام، كانوا تجار مخدرات او اشخاص يقومون بخطف مدنيين وابتزاز ذويهم بمبالغ لقبض مبالغ ماليه. الان الحمله لا زالت مستمره. ابعاد الحمله هي تنظيف او اخلاء المنطقه بشكل عام وبشكل كامل من المفسدين ومن تجار المخدرات. بالفتره الاخيره شهدت المنطقه تفجيرات عديده وخروقات امنيه عديده. ايضا هذه الحمله ستقوم على تنظيف خلايا وحدات حمايه الشعب الكرديه حتى من وتنظيم الدوله ايضا، وحتى من قوات الاشخاص الذين يتبعون لقوات النظام او الذين يتعاملون مع قوات النظام بشكل عام، ان كان في مدينه جرابلس او ريف مدينه جرابلس حتى كافه ريفي حلب الشمالي والشرقي، ليتم تنظيف المنطقة كما ذكرت الشرطة العسكرية والجيش الوطني من كافة المفسدين في المدينة. طب الحالات التي كان يعني يقوم بها هؤلاء المفسدون إلى أي مدى كانت منتشرة في الشمال السوري؟ شو؟ بدر هل أنت معي؟ طيب بدر هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. كنت أقول لك الحالات التي يقوم بها هؤلاء المفسدون إلى أي مدى كانت منتشرة في تلك المناطق؟ حالة بالنسبة للأفعال التي كانت تقوم به هذه المجموعات أو حتى الأشخاص الذين هم مطلوبون ضمن حملة السلام الثالثة، هناك أفعال عديدة، إن كان قطع الطرقات، إن كان خطف المدنيين الآمنين في منازلهم، إن كان أيضا إطلاق النار العشوائي في المدينة. أيضا هناك أشخاص مطلوبون للقضاء العسكري في مدينة جرابلس ولم يتم تسليم لم يقوموا بتسليم أنفسهم في المدينة لمحاسبتهم أصولا في القضاء العسكري في مدينة جرابلس أو حتى في ريفي حلب الشمالي والشرقي بشكل عام. مالك، يعني ما هي المناطق التي ستشملها هذه الحملة؟ نعم حلا، بالفعل البيان لم يحدد المنطقة، ما البيان الذي صدر من الجيش الوطني والشرطة العسكرية لم يحدد منطقة ما سيتم فيها حملة السلام ثلاثة على حد وصفهم، والتي تهدف إلى تطهير ريف حلب الشمالي والشرقي من المفسدين. لكن التصعيد والأحداث التي حصلت اليوم سجلت فقط في بلدة جرابلس وفي مدينة عفرين،
كان هناك استنفار للشرطة العسكرية والجيش الوطني، وكان هناك حظر فتوال في ساعات معينة وفي بعض الأحياء، وفي بلدة جرابس أيضا كما تحدث زميلي بدر حصلت اشتباكات وحملات مداهمات بعض المفسدين أو كما تصفهم الشرطة العسكرية. لكن في الأيام القادمة لا ندري أن الحملة هل ستشمل باقي المناطق كالباب وأعزاز وأريافهما وريف حلب الشمالي بشكل كامل، أم هي فقط في المناطق التي حصلت فيها التصعيد اليوم أو الأحداث من مداهمات واشتباكات وما إلى ذلك. طبعا كنا نتمنى أن يكون معنا يعني الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني ليطلعنا على تفاصيل أوسع، ولكن لم نستطع التواصل معه. سنذهب إلى فاصل، أرجو أن تبقيا معي بدر ومالك. مشاهدينا الكرام، ما هي الإجراءات التي يتبعها الجيش الوطني لحماية المدنيين في مناطق سيطرته؟ ابقوا معنا بعد الفاصل. أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض، خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية، تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، نحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين. برنامج اقتصاد سوري أقدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في المحور الثاني من ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيه عن الحملة الأمنية الجديدة التي أطلقها الجيش الوطني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. طبعا أظهرت مقاطع مصورة جزءا من الاشتباكات التي وقعت خلال الحملة الأمنية للجيش الوطني، نتابعها. مالك، ما هي الإجراءات التي اتخذها الجيش الوطني لحماية المدنيين؟ كما تابعنا يعني في الفيديو يظهر أن هناك اشتباكات. نعم، أحد الإجراءات التي اتخذها الجيش الوطني هي تحديد المناطق التي ستتم فيها العمليات والتي قد تحدث فيها اشتباكات ومحاصرتها أو تطويقها، والإعلان عن حظر تجوال لعدم خروج المدنيين من منازلهم وتعرضهم ربما لرصاص طائش أو قذائف في بعض الأحيان أو ما إلى ذلك. أيضا هناك مجموعة إخلاء طبعا موجودة في حال إصابة أي أحد من المقاتلين الجيش الوطني والشرطة العسكرية أو من المدنيين أو حتى من الأشخاص الذي المستهدفين بهذه الحملة. هذه يعني أكثر الإجراءات فاعلية التي تتخذها في العادة المؤسسات العسكرية والأمنية في حال
حدوث مداهمات أو عمليات عسكرية ضيقة النطاق أو كما تسمى عمليات مداهمة وما إلى ذلك. طب مالك بالنسبة للمدنيين، يعني هل أثرت هذه الحملة على حياتهم بشكل عام؟ هل هم يتفاعلون بشكل إيجابي أم سلبي أيضا مع الشرطة العسكرية أو الجيش الوطني؟ نعم، المدنيين هم بالفعل المتضرر الأكبر من المفسدين أو مروجي المخدرات أو اللصوص وما إلى ذلك، خصوصا ممن يتبعون الفصائل العسكرية، وهم تفاعلوا بشكل إيجابي جدا مع هذه الحملة، وحتى كما سمعت أو كما رأيت أنهم يطالبون بتوسيع هذه الحملة وشمل الكثير من الأسماء التي لم تشملها الحملات السابقة، السلام واحد والسلام اثنين التي أطلقتها الشرطة العسكرية والجيش الوطني في الفترة السابقة. نعم طبعا الحملة لم تستمر سوى بضع ساعات أو اشتباكات بضع ساعات، بالطبع أثرت على حياة المدنيين في المناطق التي حصلت فيها. هناك طبعا حظر تجوال، وهناك أيضا فضل التجمعات في الأسواق والمحلات التي ستح المحال التجارية في المناطق التي حدثت فيها العمليات أغلقت، يعني في أجواء اشتباكات وأجواء رصاص. فمن الطبيعي أن المدنيين يتخذون بيوتهم حتى انتهاء هذه العمليات أو هذه الاشتباكات التي قد تحدث أو قد تصيبهم بأذى في حال استمروا على ما هم من الحياة في الأسواق وفي خروجهم من منازلهم. فكانت حظر التجوال هو العملية الفاعلة الأكثر في الحفاظ على حياة المدنيين وعلى أرواحهم وحتى على ممتلكات. طب أبرز المناطق التي شهدت اشتباكات ما هي؟ الاشتباكات حدثت فقط في بلدة جرابلس كما ذكرت مسبقا، في مدينة عفرين حدث استنفار وحضرت أجوال في بعض الأحياء، لكن لم تحدث اشتباكات أو حتى عمليات مداهمة حتى الآن أو حتى ما وصلني، يعني لا نعلم إذا حدثت أو تحدث الآن اشتباكات أخرى أو عمليات في مناطق أخرى، لكن الاشتباكات انحصرت فقط في بلدة جرابلس أثناء مداهمة الشرطة العسكرية والجيش الوطني لأحد المستهدفين من حملة السلام ثلاثة. نعم. طيب بدر، بالنسبة للنتائج التي حققها الجيش الوطني من هذه الحملة كيف تبدو حتى الآن؟ نعم، على النتائج لم تظهر جلية إلى هذه اللحظة أو تحتاج إلى فترة زمنية لظهور النتائج التي حققتها حملة السلام الثالثة للانتهاء من هذه الحملة وأخذ كل المطلوبين الواردة أسماءهم ضمن هذه الحملة، حتى هناك أشخاص أيضا لم يتم إيراد أسماءهم كما ذكر المدنيون أن هناك أشخاص تجار مخدرات ومروجون مخدرات لم يتم إيراد أسماءهم ضمن هذه الحملة، متأملين بوضع أسماءهم ضمن هذه الحملة أو حتى حملات قادمة لتكون مدينة جرابلس خالية من هذه الأشياء، إن كان مخدرات أو حتى أطلاق رصاص عشوائي في المدينة أو حتى أيضا ظاهرة التشليح أو خطف المدنيين التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وحتى أيضا ظاهرة زرع العبوات الناسفة أو اللاصقة التي أودت بحياة الكثير من المدنيين الذين هم يدفعون الضريبة الأكبر من هذه التفجيرات التي تطال الأسواق الشعبية ومراكز تجمع المدنيين في مدينة جرابلس حتى في كافة ريفي حلب الشمالي والشرقي. النتائج يتطلع إليها المدنيون على أنها تكون إيجابية بشكل عام ليعيشوا ليأمنوا العيش في مدينة جرابلس وفي ريفي حلب الشمالي والشرقي على وجه العموم. الحملة لا زالت مستمرة إلى هذه اللحظة، لم يتم تحديد وقت لإعلان الحملة. الجيش الوطني والشرطة العسكرية لا زالت في مدينة جرابلس تعمل على أخذ المطلوبين إلى القضاء العسكري الذين هم لديهم قضايا أو شكاوى في الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري ولم يقوموا بتسليم أنفسهم إلى هذه اللحظة، يتم تسليمهم الآن. هناك أكثر من 40 شخص قاموا بتسليم نفسهم على مستوى الحملة بشكل عام. هناك أكثر من 10 أشخاص في مدينة جرابلس أو 15 شخص في مدينة جرابلس قاموا بتسليم أنفسهم، وهناك أيضا عدا عن المجموعة التي قامت في المقاومة صباح اليوم بقيت أكثر من ثلاث ساعات وأربع ساعات إطلاق النار متواصل بشكل مكثف جدا، خوف كبير دب في قلوب المدنيين المتواجدين ضمن منطقة الاشتباك، حيث قامت المجموعات المتحصنة من المفسدين الذي كانت الجيش الوطني يذهب إلى
انقاذ قبض عليها قاموا باستخدام أسلحة ثقيلة كالار بي جي وقنابل يدوية متفجرة. هناك أضرار في المباني المحيطة في مكان تحصن تلك المجموعة التي قامت في المقاومة، تم القاء القبض على أكثر من شخص منهم، بينما باقي الأشخاص لاذوا بالفرار خارج مدينة جرابلس أو على أطراف مدينة جرابلس، كون المدينة مربوطة بطوق أمني مكثف من قبل الجيش الوطني والشرطة العسكرية. هناك حواجز عديدة تربط المدينة من المدخل الغربي. وفق رؤيتك بدر، بماذا تختلف هذه الحملة عن الحملتين السابقتين؟ على هذه الحملة هي استكمال للحملة، حملة السلام الأولى والثانية. هناك تم تقسيم الحملة إلى ثلاث أقسام، حملة السلام واحد وحملة السلام اثنان، والآن بدأت حملة السلام ثلاثة. تهدف أو الهدف الرئيسي من هذه الحملة هو تنظيف شوارع مدينة جرابلس والرياض. طب يعني هل تم تدارك الأخطاء التي حدثت أو إن حدثت في المرتين السابقتين؟ هل هناك تطوير أكثر هذه المرة؟ نعم حلا، بالنسبة لتدارك الأخطاء التي وقع فيها الجيش الوطني والشرطة العسكرية في المرات السابقة، للعلم أنها أخطاء طفيفة ولا تذكر، إلا أن الجيش الوطني اليوم ضمن الدورات التي قام بها لمقاتليه، إن كان التعامل مع الأشخاص المطلوبين، إن كان مداهمة الأماكن التي يريد الجيش الوطني أن يأخذ مطلوب منها هو الشرطة العسكرية، هناك دورات مكثفة خضع لها مقاتلو الجيش الوطني والشرطة العسكرية لإتمام مثل هذه المهمات. الآن هناك تروي في إطلاق النار، هناك أشخاص يقومون بالتفاوض مع الأشخاص المطلوبين لتسليم أنفسهم دون إطلاق نار في مدينة جرابلس على وجه الخصوص، لا أعلم كان ذلك في مناطق أخرى مثل عفرين أو مدينة الباب أو مناطق أخرى، لكن أعتقد أن الأمر هو شامل لكافة المناطق التي تقوم فيها الحملة على مستوى ريفي حلب الشمالي والشرقي. هناك ضبط لعناصر الشرطة العسكرية والجيش الوطني لعدم التصرف بشكل فردي، سماع كلمة القائد كما ذكر أحد القادة المتواجدون في مدينة جرابلس وضحت الفكرة بشكل الحملة هو جيد. أمر أساسي في أشكرك هذه الحملة جزيل. يتم تحقيق نتائج فاعلة على الأرض. أشكرك جزيل الشكر بدر كجك مراسلنا من الشمال السوري لمشاركتك معنا، وأيضا كل الشكر لك مالك، حدثتنا من ريف حلب مراسل حلب اليوم، وأيضا كنا نتمنى أن يكون معنا الرائد يوسف حمود الناطق باسم الجيش الوطني من ريف حلب، إلى أننا لم نستطع التواصل معه. الشكر أيضا لضيوفي في الملفات السابقة، دكتور خالد قمر الدين المحلل السياسي، وأيضا الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث العراقي. طبعا تحدثنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة في محورها الأول عن الغارات الإسرائيلية في سوريا والعراق ولبنان وتهديد نصر الله، وفي المحور الثاني تحدثنا عن الحملة الأمنية الجديدة التي أطلقها الجيش الوطني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. أشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نلتقي في حلقات مقبلة من برنامج ثنايا الخبر، دمتم بأمان الله.